بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين لإمام الأئمة الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في تنبيهه على آفات العلم. اقرأ شيخ محمد. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما عنده ألجمه الله بلجام من نار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الأئمة المضلين. قال الحافظ العراقي: أخرجه أحمد من حديث أبي ذر بإسناد جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة المضلون دجاجل، لأنهم يغيرون معالم الدين كما يغير الدجال معالم الأرض. فنهانا رسول الله عن هذا. والحديث الأول وهو حديث كتمان العلم له شروط، فأنه يجوز كتمان العلم على غير أهله، وسموه المضمون به على غير أهله، بحيث إنه لم يحضر أهله، بمعنى أننا لو قلنا كل العلم لم يفهمه الناس كما سبق ونبه، أو يثير فتنة. العلم ده يثير فتنة، كما قال سيدنا علي وسيدنا أبو هريرة: إن معي من العلوم ما لو ذكرته لقطع هذا، هيخبط الناس في بعضهم. يقول له: على فكرة أنت صاحب فتنة، الرسول قال لي وقال لي إن أنت منافق كمان. يقوم عليه هاي وده هاي، وعلم مالناش تدخل بيه ده. فمش كل العلوم تذكر في كل الأوقات، بل العلم لابد أن يكون أولاً نافعاً ومفيداً ويصل إلى غاية ويكون المقصود به الله سبحانه وتعالى كما ذكر في غير مرة. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ازداد علماً ولم يزدد هدىً لم يزدد من الله إلا بعداً. يبقى الحكاية مش معلومات، دي الحكاية نسق متكامل من العلم والتربية والتدريب والصلة بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. وأنه لابد من معلومة أن تزيد من جلاء إيمانك، أو تزيد من عملك، أو تزيد من وضوح فكرك، أو تزيد من حجتك أمام نفسك أو أمام الناس، أو تزيد من عمارة الكون، وهكذا. أما معلومات 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 يتفاخر بها الناس، ولا يعني يزدد من الله إلا بعد، لأنه أعطاه شيئا فلم يستعمله الاستعمال الذي أراده الله له. نعم. وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ العلماء يصفون الطريق إلى الحيارة، وهم نفسهم حيارة، وفاقد الشيء لا يعطي فلا يؤثر ولا يربي ولا يكون مرشدا. ومرة ثانية وثالثة وعاشرة سيستدل الإمام الغزالي بكلام سيدنا عيسى. وكما ذكرنا مرارا أنه لو ندب للجمع ما قاله سيدنا عيسى في الإحياء وتتبعه مقارنة بما وصل عند المسيحيين في الأناجيل لكان خيرا، ولا وصلنا إلى لغة فصيحة عربية قديمة تترجم عما كان وتكشف عن حال سيدنا عيسى عند المسلمين، لأن كل ده هو جايبه من كتب المسلمين. قال عيسى قال عيسى، إنما هو بالرواية. من أين أتتنا هذه العبارات؟ من أهل الكتاب الذين أسلم، لأن الأمر ليس فقط قاصرا على
الأناجيل أو الرسائل أو كذا أبدا، فكان في أناجيل كثيرة وصلت إلى أكثر من 106 إنجيل، وكانت هذه الأناجيل يحفظها الناس ودخلوا الإسلام فكانوا يقولون هذه الحكم، قال سيدنا عيسى، قال سيدنا عيسى، قال سيدنا عيسى، وفي الكتب الأخرى التي تسمى عندهم بالأبوكراف، أبوكراف يعني غير معتمدة، فهذه الكتب غير المعتمدة كانت كثيرة جدا، كان الأنبياء تطرى في بني إسرائيل كثير، فكان الناس يأخذون كلام الأنبياء وهو من جنس واحد وخرج من مشكات واحدة، كما قال ورقة بن نوفل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسمعه الوحي، قال والله إن هذا والناموس الذي نزل على موسى لمن مشكات واحد. فهؤلاء لما أسلموا عبر التاريخ دخلوا بمثل هذا التراث، فنقل في كتب المسلمين كلاما، نقل كلام فصيح، نقل كلام فصيح عن سيدنا عيسى وعن أنبياء بني إسرائيل، فمن تتبع هذا يصحح اللغة ويجعل الأمر أحسن وأرجى للقبول. والمشترك أكثر مما تعتقد، في كتاب اسمه كده المشترك أكثر مما تعتقد، وده يقرب الأمور ويجعل بيننا تعايش، يخلي فيه تعايش ويقول لك تعالى نعم، ويقرب المسافات بدل العدوان الدائم الذي لا ينتهي إلى هداية ولا إلى سماع. لكن المناقشة وفين المشترك والخطاب على قدر العلم يرقق قلوب ويعمل حاجات كتيرة كما صنع في التاريخ. ده احنا أمامنا تجربة تاريخية، دخلنا مصر ما فيهاش ولا واحد مسلم، النهاردة 94% مسلم، جاء منين ده يعني؟ دي كانت الغرب مذهول، فبيقول جاي من انتوا يمكن عملتوا محاكم تفتيش. طب ما عملناش محاكم تفتيش، هل يمكن حطيت السيف هنا كده وقلت له؟ ما حصلش، فعلا ما حصلش. يبقى ايه؟ يبقى حصل اللي انا بقوله ده، حصل السماع، حصل الأخذ والرد، حصل الود. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صدق الله، قل صدق الله. ولذلك افتقدنا الطريق، العيال فقدونا الطريق، العيال خلونا ما احناش عارفين الطريق فين، وطريق الله واضح. فنسأل الله أن يهدينا إلى أن نعود إليه بسهولة كده، بالجمال، بجمال وحلاوته وقوته وحزمه. نعم. فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم، فإن العالم إما متعرض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد، وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة. وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. يبقى إذن ديدن الإمام الغزالي أن يبدأ بالقرآن والسنة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الآثار، واهتم النقل بالآثار عن الصحابة، وسبب اهتمامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التمسك بما عليه الصحابة، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في الحديث الذي روي بطريق ضعيف: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال في شأن أصحابه فيما أخرجه مسلم: والله لا يبلغ نصيف أحدهم
أو مد أحدهم أو نصيفة ولو أنفق مثل أحد، يعني حاجة إيه فخيمة. فاهتموا بالرواية حتى التي وقفت موقوفة عن الصحابة الكرام. ونرى هذا في كتب منها مصنف عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني اليمني، وطبع فيه آثار كثيرة ويؤخذ منه فقه أئمة الصحابة الكبار وأحكامهم، ولكن أيضا يؤخذ منه الآثار مظنة الآثار، أيضا مصنف ابن أبي شيبة وطبع مرات مليء بالآثار. يبقى لما تتتبع الآثار تتتبعها في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ومنها الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، فيه أيضا كثيرا كثير من الآثار التي وقفت عند الصحابة. ثم سائر كتب موجود في آثار في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وكذا، ولكن أغلب ما في هذه الكتب الأمهات إنما هي رواية عن الرسول الله وفيها بعض الآثار. أما الآثار كثيرة أوي في المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وهكذا. نعم. ابن همام. يلا. وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. يبقى هذا هو العلم الذي وقف عند اللسان، وما وقف عند اللسان لم تتلقه إلا الآذان، وما كان من الجنان فإلى الجنان، يعني اللي خارج من القلب للقلب، لكن اللي يطلع من اللسان هيقف عند الود زي ما بيقولوا، يدخل من هنا ويطلع من هنا. نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال: كفى بترك العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندما؟ قال: أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره. انتقلنا بقى من الصحابة إلى التابعين. قال: أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره، وأما عند الموت فعالم مفرط. وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وكانوا يتهاونون إذا ما كان الأمر ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى القول الواحد منسوبا إلى كذا واحد، يعني هنا نسبه إلى الخليل بن أحمد تلاقي في كتاب تاني منسوب إلى علي بن أبي طالب. كانوا يتهاونون، وكثير من الآثار بل رويت من غير سند. ليه؟ لأنه الحجة فيها هي ما كان راجعا لكتاب الله وسنة رسوله، يعني الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله دون سواهما. فكل هذه الروايات، ومن هنا ولأنهم لم يتوثقوا رويت روايات باطلة ضد ما عليه الكتاب والسنة عن سيدنا علي وعن سيدنا عمر وعن سيدنا كذا إلى آخره. وأغلب ما يتهم الإسلام به في شأن المرأة
جاي من هذه الآثار التي لا سند لها، شتيمة في المرأة على طول الخط، وأن يعني المرأة دي عايزة حرقها، كل ده ملوش سند. أما الأسانيد التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وضع القرآن فهي ما بين إظهار الخصائص والوظائف والمراكز القانونية، بناء لمجتمع قوي منظم، المرأة تفرح فيها بأنها امرأة، والرجل يفرح فيها فيه بأنه رجل. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يبقى إذن المسألة هي مسألة بناء مجتمع يرضى فيه كل فيما أقامه الله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضل. قل يا رب وفقني فيما أقمتني فيه. وسبب اللعن للرجل المتشبه بالنساء أو المرأة المتشبهة بالرجال أنه اعترض على أمر الله، أقامه الله رجلا فلا يريد إلا أن يكون امرأة، أو أقامها الله امرأة فلا تريد إلا أن تكون رجلا، فيتم الفساد في الأرض. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.